السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. لماذا أحب بابغاء الدرة؟ بابغاء الدرة من أهم مميزاته أن هذا الببغاء سعره رخيص جدا، فمن مميزات هذا الببغاء من بين سائر الببغاوات أن سعره رخيص، فبإمكانك أن تشتري هذا الببغاء من 3000 جنيه مصري أو ب$100 أو ب$150، فثمنه بالنسبة لباقي الببغاوات ثمنه رخيص جدا. ومن ما يميز هذا الببغاء قدرته على الكلام، فقدرته على الكلام ممتازة بالنسبة لباقي الببغاوات، والكلمة تكون واضحة بالنسبة لك، فهو يخرج الكلمة بوضوح، بل ويستطيع أن يصل إلى 7 أو إلى 10 كلمات، يستطيع أن يحفظ كلمات كثيرة قد تصل إلى 10 كلمات إذا أحسن الملقن ذلك وقام بتحفيظه عدة كلمات، فهو ببغاء جيد في الكلام. ومن أهم مميزات هذا الببغاء أن مناعته تكون قوية جدا. لقد كان عندي ببغاء الدرة وقد مر على عمره أكثر من 10 سنوات ولم يمرض في يوم من الأيام، لم يصاب حتى بالبرد والزكام، فهذا الببغاء مناعته قوية جدا جدا جدا، ويستطيع أي إنسان أن يربي هذا الببغاء ويعلم أن هذا الببغاء عمره طويل ومناعته تكون قوية جدا. من أهم مميزات ببغاء الدرة بجميع أنواعها، الدرة الهندي والمطوقة والدرة الأمريكي بكل أنواعها، هذا الببغاء إذا تم تأكيله تأكيلا يدويا وتم ترويضه جيدا فإنه يكون رائعا جدا، ويقوم بحركات بهلوانية وبحركات جميلة تسعد صاحبه، كما أنه يتميز بالوفاء وبحب المكان الذي عاش فيه. في يوم من الأيام انكسر القفص وكان في البلكونة الخارجية، ونزل وخرج هذا الببغاء، ولكنه لم يبرح مكانه وظل واقفا في داخل البلكونة، لأن هذا الببغاء يتعلق جيدا بالمكان الذي نشأ فيه، خاصة إذا كان هذا الببغاء في البلكونة أو في المكان الخارجي ويعرف بيت صاحبه، فإنه بذلك حتما سيرجع إلى الموضع الذي نشأ فيه. فمن العجب أن هذا الببغاء بعدما خرج من القفص عاد مرة أخرى إلى القفص، وهذا مما يجعله من الببغاوات التي تحب مكانها، وحتى لو تركته فإنها تعود إليه، هذا إذا كانت في البلكونة الخارجية وتعرف البيت، أما إذا لم تكن تعرف البيت فإنه يصعب عليها أن تحدد البيت الذي خرجت منه، لأنها لا تعلم معالم البيت من الخارج، وسوف أقدم حلقة عن ذلك. ومن ما يتميز به ببغاء الدرة أنه يأكل جميع أنواع الطعام من الفواكه والخضروات والحبوب، وهذه ميزة رائعة، فبإمكانك أن تقدم له كل أنواع الخضروات من الجرجير والخس والكوسة والخيار والجزر وكل أنواع الفواكه من التفاح والموز وكل أنواع الفواكه، فطعامه متوفر في البيت، وهذه ميزة رائعة. هذا بالإضافة إلى الحبوب كالبلكم والفلارس وحبوب عباد الشمس، وهو ما يعرف باللب السوري، فتغذيته متوفرة في كل البيوت، فببغاء الدرة
من الببغاوات الرائعة. لن تخسر أبدا إذا اقتنيت هذا الببغاء. لكن إذا لم يكن هذا الببغاء تم تأكيله تأكيلا يدويا، وهذا بالنسبة في كل أنواع الببغاوات، إذا لم يتم تأكيلها تأكيلا يدويا فإنها تكون شرسة جدا وتخاف من الإنسان، بل وتقوم أيضا بالعض الشديد من ما يؤدي إلى الإصابة بالجروح. هذه الببغاوات يجب أن يتم تأكيلها تأكيلا يدويا منذ الصغر، ويتم ترويضها دائما، وفي هذه الحالة ستستمتع بهذا الببغاء. أما الببغاء الوحشي لا يمكنك أن تقيم بينه صداقة أو مودة، لأنه لن يصلح إلا للتفريخ والإنتاج، ولا يصلح للأنسة والمحبة ولأن تكون صديقا له. ومن عيوب هذا الببغاء أنه إذا لم يتم تأكيله تأكيلا يدويا ولم يتم تدريبه منذ الصغر، فإنه يصعب عليك جدا ترويض هذا الببغاء، لأنه يصبح عنيدا جدا جدا جدا، بل ويستغرق أمر تدريبه أمرا طويلا وأمرا شاقا جدا. لذا إذا أردت أن تشتري هذا الببغاء ليكون مؤنسا لك وليكون صديقا لك، فعليك أن تشتري الببغاوات الأليفة التي تم تأكيلها تأكيلا يدويا، أو أن تشتري هذا الببغاء بعمر صغير. ومن الأفضل أن تشتري الذكر، يتميز بقدرته الفائقة على الكلام كما أنه لعوب، ويتميز بحركات بهلوانية جميلة، كما أن الطوق على رقبته يكون جميلا جدا ويعطيه نوعا من البهاء والجمال. من ما يتميز به ببغاء الدرة عن غيره من الببغاوات أنه ببغاء يتحمل كل شيء، ويتحمل الحرارة الشديدة، ويتحمل الظروف المناخية القاسية، يتحمل الحر الشديد والبرد الشديد، وهذه ميزة جميلة. وأما عن إنتاج هذا الببغاء فتفريخه جيد بالنسبة لباقي الببغاوات، وهو يبلغ من عمر 3 سنوات، ويظهر الطوق على رقبة الذكر بعمر 2، ويكتمل ظهور الطوق عند عمر 3 سنوات، يكون ظاهرا كالشمس، وقد يظهر الطوق من عمر 1.5. في نهاية هذا الفيديو أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم معنا بكل ما قدمناه لكم، ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك دعما للقناة لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله تعالى. وكل عام وأنتم بخير، وأترك لكم تسجيلات لصوت ولكلام ببغاء الدرة الهندية.